السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اتكلمنا سريعا على الواجهة بتاعة البرنامج، وان شاء الله اثناء الشغل هنبدأ نتعرف على كل حاجة، بس القائمة دي احنا لسه ما قربناش منها خالص. دي بسيطة خالص، بقول له مثلا انا عندي الشكل دوت لما بعمل عليه سيلكت، تمام اهو، بقول له مثلا موف، ببدأ اعمل له موف، بعمل الشكل كله. طب اقدر انا عايز احرك جزء من الشكل مش كله، تمام، فباجي هنا بقول له ميك اديتابل، خليه سهل ان انا اسيطر على الشكل كله. بيقول لي ماشي، طب انت عايز تتحكم في ايه؟ فبقول له مثلا انا عايز اتحكم في الايدج بتاعي، فبيديني كده ان انا اتحكم في الايدج. يعني بص، ممكن اجي كده اقول له انا عايز الايدج ديت اعلم على اي ايدج انا عايزها، بيديني ان انا ابدا اتحكم فيها. عايز مثلا الايدج ديت، اقول له مثلا عايز اعمل لها موف مثلا، ابدا اتحكم فيها. الايدج اللي فوق عايز اعمل لها سكيل مثلا، بختار سكيل وابدا اصغرها، تمام. ممكن اقول له موف عشان تبان معناه اكتر. فانت بتبدا تتحكم انت في كل الخطوط اللي موجوده ديت، تمام. عندي حاجه تانية برضو، ان انا اتحرك بالبوليجن، يعني اختار سطح مثلا معين، ممكن اختار اكتر من سطح. ده دي اول بتسهل عليا ان انا اختار. ممكن اقول لايف سيلكشن، يعني همشي واي حته انا همشي فيها دي انا خلاص كده انا اخترتهم. ما دمت اخترتهم هقول له مثلا دول كلهم انا عايزهم موف شويه، خلاص هيتحركوا معايا. طيب انا مش عايز اعمل موف، انا عايز اخد امر تاني. احنا خلاص عرفنا موف، طيب خلينا ناخد اكسترود. ادوس هنا اقول له اكسترود، تمام، وابدا اغير في الاكسترود بتاعي. ايه الاكسترود دوت؟ احنا شرحناه قبل كده، تمام. فين الاكسترود؟ اللي هو الانبثاق، يعني هنبثق لجوه او لبره زي معجون السنان، بتدوس عليه فالشكل نفسه بيطلع معاك بنفس الكيفية، تمام، كأن معاك مربع فبتقول له اكسترود فبيبدأ معاك مكعب، تمام. طيب في امر كمان برضو، طبعا كل الامر دي ما دام طلعت معايا في القايمة يبقى اقدر استخدمها. بيفال، ايه بيفال دوت؟ ان انا هبدأ اتحكم فيهم واعمل لهم زي سكيل كده، تمام، ببدأ اكبرهم او اصغرهم زي ما انت شايف، تمام. فدي اوامر بتسهل عليا ان انا ابدا اشتغل على جزء من الشكل. ممكن بدل لاف سيلكشن اقول له ريكتانجل، انا هرسم مربع واللي هيجي معايا في سكتي هاتهولي، اوامر سيلكشن. في لازو سيلكشن، انا هرسم كده مش ملتزم انا بشكل المربع، تمام. فدي كلها اوامر تحديد. بوليجن، دوس كذا نقطة، كل نقطة فيهم بيعمل له المربع وكلهم هيجوا معايا، تمام. طيب دي شوية أوامر في السيلكشن، وتبدأ تشوف أي أمر من الأوامر ديت اللي إن شاء الله كلنا نتعرض عليها. بيفال، اكسترود، تمام. طيب عايزين برضو نتحكم في الشكل اللي هنا، يعني مثلا إيه، أنا عايز أقول له عايز الشكل ده يبقى هيدن لاين من ديسبلاي، هقول له أنا عايز هيدن لاين، تمام. من ديسبلاي هقول له لا أنا عايزها شيدنج، هقول له انا عايزها كويك شيدنج. دي كلها حاجات بتتحكم في الشكل. واير فريم، تمام، بوكس، انا عايز مش عايز اشوف التفصيل، انا عايز اشوف مثلا في ان في هنا مجسم، يعني كل حوالي كل الاشكال المربع، بس مجرد انا عارف ان في هنا شكل، انا عايز الجهاز يبقى خفيف معايا. سيلكشن، تمام. دي كلها حاجات بتسهل عليا اشوف انا محتاج ايه، هل انا عايز اشوف شغل الحقيقه اللي هيطلع معايا، ولا مجرد بس عايز اشوف شكل بس كده وخلاص على اساس ان الجهاز يبقى سريع معايا، تمام. درجه التفصيل انت عايزها من اوبشن بلاي ديتل اوف ديتل، عايز تفصيل لو، ميديوم، هاي، تمام. الكاميرا ممكن اقول له انا عايز اشوف الليفت، يجيب لي منظر الليفت بتاعي، ليفت يعني شمال مش ليفت وجزر. توب، ده التوب بتاعي، دي كلمة عمر بس طبعا التوب شكلها أجمل. تبدأ تشوف برسبكتيف، بيرل، زي ما أنت عايز، تمام. طيب الواجهة سودة كده، أنا عايز حاجة أكون فاتحة شوية، تمام. فباجي من إيديت بريفرنس، بقول له دي هنا اللغة، لو أنت عندك ممكن تحمل ملف اللغات وتخلي اللغة، بس طبعا هتلاقي مش كل اللغات متوفرة، ممكن تلاقي مثلا الروسي، الفرنسي. بقول له هنا انا عايز الواجهة تكون
فاتحة شوية كده يعني، عشان ربنا يفتحها في وشنا. تمام، تبدأ تشوف النافيجيشن بتديه شوية اختيارات، ممكن واحد بيكون بيفضل حاجة، واحد تاني بيفضل حاجة تانية. الأوبن جي ال ده محرك برضه، بتشوف ايه الحاجة اللي عايز تستخدمه ولا مش عايز تستخدمه. الفيو، اليونت، تظبط اليونت من هنا، الميموري. طيب برضه احنا يعني ايه بحاول قدر الامكان نشرح حاجة معينة، ومعانا نشوف برضه حاجات بسيطة تسهل علينا في الشغل بعد كده ان شاء الله. تمام، ولا لقاء آخر ان شاء الله.